شابتر بي اللي هو مسميه بايبولر جنكشن ترانزستور. احنا قلنا بالامس بنبتدوا او بدايه الالكترونكس عندما قسم كونتاكت الالكترونكس على صح لما اكتشفوا البي او صنعوا البي وان ديفايسز. وقلنا اول ديفايس هو البي ان جنكشن دايود لان ده ابسط الانواع لان هو قطعه بي وقطعه ان خلاص. ولكن الامر بعد ذلك طلع 3 ليرز و4 ليرز و5 ليرز ويشوفوا يدرسوا لما الثلاثه ليرز يتحطوا مع بعض او اربعه او خمسه ايه النتائج؟ وهذا هو اللي احنا هنشوفه النهارده مع 3 ليرز سكند الكترونيك ديفايس اللي هو البايبولر جنكشن ترانزستور. البايبولر جنكشن ترانزستور الكلمه ديت واضح من التعبير بتاعها ان هي لاول ولها ان انت اول ما تقرا كده بايبولر جنكشن ترانزستور. تعال نفسر كل كلمه علشان انا عندي بالتفاصيل يبقى الامر واضح. الاول كلمه باي ديت حرفين بي اي يعني اثنين. كلمه باي دي هذا الجزء الاول من الكلمه يعني اثنين. بولر يعني قطب يبقى ثنائي قطبين صح؟ ايه المفهوم بتاع ثنائي قطبيه عندك انت قبل ما ندرس الموضوع؟ يعني لو قطب مولر قطب سالب مثلا مش هو ده ولا حاجه غير كده؟ لا اللي يجي في دماغك على طول عشان لما يجي في دماغك حاجه غلط يقول لك الصح ما يتنساش. ايه اللي يجي في دماغك دلوقتي؟ مش خالص ما شاء الله. لا اللي لون ايه؟ مغناطيس مثلا موجب وسالب مثلا شبه مثلا. احنا هناخد الراي العام عشان نقول الراي الصح يبقى قدامنا الموضوع. طيب بولر معناها كده؟ لا اكتب بقى كلمة الأول دي باي بولر ليس معناها كده. نقطتين تقول باي بولر أن التيار مساهمة من الإلكترونات والفجوات. التيار مساهمة current is a contribution from electrons and holes. ده مهم جدا طبعا في الأسئلة الشفوي في الامتحان الشفوي لازم تكون واخد بالك من الحكاية دي. يقول لك بيقول لك يعني ايه؟ يقول لك قطبية يعني قطبية. هذا خطأ. الصح ايه بقى؟ التيار مساهمة من كل من الالكترونات والفجوات. عصير بالانجليزي انا فضلت بالانجليزي. Current is a contribution from electrons and holes. ده اول كلمه. ثاني كلمه كلمه junction. junction طبعا معروفه وصله. B N junction. لما تلاقي دول الثلاثة layers يكون برضه اثنين junction B N و B N two junctions. طيب كلمة تانية بقى ترانزستور. الكلمة دي سمعتها قبل كده؟ مش كده؟ لكن الكلمة دي ما لهاش أي مصدر من اللغة. يعني ما فيش كلمة باللغة الإنجليزية خالص ولا الأمريكية ولا أي حاجة اسمها ترانزستور. ده الراجل عاملها أبريفيشن اختصار لكلمتين. أبريفيشن يعني إيه؟ اختصار. اختصار لكلمتين يعني هو اللي حط الاسم ده اللي مخترعه حط الاسم. بس الاسم بيتحط بعد ما يعمل الفانكشن. الكلمه دي من جزئين وهو حط الكلمه لما عرف الفانكشن بتاع الديفايس اللي عمله. هو كان بيركز على حاجه. ولما انت عايز تعمل اختراع بتفكر الاول ايه الفانكشن اللي هيعمل هذا الاختراع؟ مش كده؟ انا عايز اعمل حاجه تعمل كذا يبقى لازم تحط قدامك هدف صح؟ هدف عايز تعمل كذا. فهو كان عنده هدف. ايه الهدف؟ انه يعمل ديفايس يعمل امبليفيكيشن
ولا زال إلى الآن يستخدم إلى يوم القيامة. هدفه إيه؟ هدفه يريح الناس بحيث لما يكون يعني الناس كتبه بدل محاضرة دلوقتي في السياق إيه؟ كانوا قدامنا حوالي 70 واحد في قاعة، أكثر من 70 واحد في قاعة، وكل مش مدرج بقى، المدرج بيبقى فيه سهل البروباجيشن شوية بتاع الصوت، فكانوا قاعدين بكراسي صوتي ده كنت خلاص مفيش ميكروفون هنا في العيادة. على أساس المفروض كان الأول النظام الأول 30 40 طالب، دلوقتي 70 80 طالب في المحاضرة. المهم شوف ده قد إيه رحمة، فبتكلم بقى بتكلم بالراحة والأخراني سامعني. كان هدف الراجل كان يعمل كده، هدفه ان يسمع الناس بدون جهد وتعب. الوقت لو انا عم بتكلم كده سامعني حاجه كده اقعد ازعق بقى وارفع قلبه وبعدين اجيب المحاضره دي ماليش. هو الراجل ده تقريبا كان عارف الحكايه دي. اذا هنا كان هدفه ان يعمل ديفايس، الديفايس ده يقوم بعمل تكبير لاي ذبذبات داخله، اي سيجنال داخله اي سي سيجنال طبعا اللي داخل اي سي سيجنال، هو الصوت بتاعه ديت اي سي ولا دي سي؟ اي سي ولا دي سي؟ اي سي ذبذبات، ما دام كلمه ذبذبه يبقى اي سي. الترددات اللي على الصوت بتاع الذبذبات كهربيه ولا صوتيه ولا ميكانيكيه؟ كهربيه؟ لو كهربيه ما كناش كنا هنتكلمها كده اشد كهرباء كنا بنتكلم، لكن الذبذبات ميكانيك سيستم. فهو عايز يحول هذه الذبذبات الصوتيه الى ذبذبات كهربيه، خلاص اهي ميكروفون بس، مجرد ان هو الترانسديوسر يبدل. قلنا قبل كده ايه الفرق بين الترانسديوسر وبين الترانسفورمر؟ الترانسفورمر يقلل يبدل او يكبر الجهد، ولكن يظل اللي داخل هو الخارج، يعني داخل كهرباء وخارج كهرباء. لكن المبدل يبدل من ماده الى اخرى، او من نوع من انواع الماده الى اخرى. هنا الماده دي ذبذبات صوتيه ميكانكس، هيحولها لذبذبات كهربيه يبقى كهرباء، يبقى ده بدلها ولا ما بدلهاش؟ بدل. السماعه بدل مبدل ولا محول؟ السماعه مبدل. الذبذبات الكهربيه اللي داخله خرجت ايه؟ ذبذبات صوتيه، يبقى بدل من نوع من انواع الطاقه لنوع اخر. اما الترانسفورمر اللي انت شفته المره اللي فاتت ده داخله 22 خارج 12، داخل كهرباء خارج ميه ولا خارج كهرباء؟ يبقى هو ترانسفورمر بس. لو هنا بقى الميكروفون هيبدل الذبذبات الصوتيه الكهربيه، تروح لمين بقى؟ للامبليفاير. ده كان هدف الراجل ان هو يعمل ديفايس يقوم بالتكبير، يكبر ايه؟ السيجنال اللي داخلاله تخرج منه مكبره بس. فعمل الحكايه ديت وهشرحها لك ازاي هو عملها بمنتهى البساطه. هو طبعا معروف كحكمه بيقول ان الانسان عدو ما يجنى. عارفين الحكمه دي؟ الانسان عدو ما يجهل. يعني ايه عدو ما يجهل؟ يعني مثلا واحد بسيط خالص بيمسك الموبايل، لو انتوا لسه يمكن ما خدتوش مواد الاتصالات، ماسك الموبايل بيقعد يبقى سحر والهدف. بتتكلم هنا والعالم كله بيسمع وتسمع منه، ازاي ده حته حديده بتتكلم؟ ازاي حته حديده تسمع وتصوت؟ شنو ده؟ هو كون كده انت كمان. ازاي الحكايه دي بتتم؟ بمنتهى البساطه، قبل كده ما كنتش تعرفها. ما تعرفش ايه اللي بيحصل. او انت الان يمكن ما تعرفش برضه زي اللي بره. لكن لما تاخد كورسات بقى، كورس سنه ثالثه وسنه رابعه، وفي كورس ازاي انا الكوميونيكيشن مش كوميونيكيشن، اوبتيكال كوميونيكيشن ازاي تعمل الحكايه دي، خلاص بقت بسيطه خالص. بل انت ممكن يبقى لك كونتربيوشن فيه، كنت مسافر فيهم، بتخترع فيهم، بتالف فيه. نعم، لما تعرفها وتفهمها كويس. فالشيء لما ما تعرفوش تحس ان هو شيء صعب. فالوقت انت فاكر ان الديفايس الترانزستور ده ازاي يعمل تكبير؟ ازاي؟ عارفين ازاي؟ نعم، ولا ما كنتش انت جيت؟ عشان تعرف. فنعرف الحكايه دي بمنتهى البساطه، خلي بالك ساعتك معايا كده، عشان الاسم ده جاي من هنا، الاسم ده الترانزستور ده مش اسم موجود في اللغه خالص، ده هو جزئين. الجزء الاول ده الخمس حروف من كلمه ترانسفير.
خمس حروف الاول من كلمه ترانسفير، والجزء الثاني اللي هو ده سيستم خمس حروف من كلمه ريزيستر، الاخرى الخمس حروف الاخاره من كلمه ريزيستر. هذا ترانس خمس حروف الاولين اهو، ودول الخمس حروف الثانيين. ترانس اسمه ماشي، يبقى خمس حروف الاول من كلمه ترانسفير دي، والخمس حروف الاخر من كلمه ريزيستور. يعني ايه برضه؟ يعني نقل التيار، كلمه نقل هي صح؟ ايه اللي انت عايزه؟ عايز تيار يدخل في هذا الديفايس يخرج الجهد متكبر، بس التيار ده حتى نفهم، يعني ينقل التيار من الانبوت للاوتبوت هو هو، بس الفي انبوت اصغر من الفي اوت. بس هذا الفكره. فكره ان عايز تيار في الانبوت هو هو، الانبوت يساوي الاوت كارد هو هو. ازاي؟ هنشوف. بحيث الفي انبوت يبقى صغير والفي اوتبوت يبقى كبير. لما التيار ده يضرب في مقاومه كبيره يدي فولت كبير، لو التيار ده هو نفسه يضرب في مقاومه صغيره يدي فولت صغير، صح ولا لا؟ بس دي كانت الفكره بتاعت الراجل. ازاي بقى ننفذها دلوقتي؟ يبقى ممكن نكتب كلمه ترانسفير هي اختصار لكلمتين، ترانسفير زائد ريزيستور، وهي نقل التيار، نقل التيار من مقاومة صغيرة في الدخل إلى مقاومة كبيرة في الخارج. بس يبقى كلمة ترانزستور معناها كده. ترانزستور يعني نقل التيار، دي اختصار لكلمتين. الخمس حروف الأولانية كلمة ترانسفير، الخمس حروف التانيين من كلمة ريزيستور، خمس أخر من ريزيستور. يبقى معناها كده نقل التيار من مقاومة صغيرة في الدخل إلى مقاومة كبيرة في الخارج. فيحدث ما يسمى amplification action. انا هشرح الكلام ده بقى تفصيلا ازاي في الحكايه دي. انا طبعا الان اصبحت يعني مشتاق جدا لتعرف الحكايه دي، صح؟ هيعمل 3 لايرز بي وان وبي، اف ان وبي ان، 3 لايرز بقى. هنا جنكشن هنا جنكشن، هذا بي ان وهذا بي ان، مش عايز صوت بقى خلاص. ممكن ممكن بي ان جنكشن طبعا، وبي ان جنكشن، قطعه بي الماجورتي فيها فولز، والقطعه بي فيها ماجورتي فولز، والقطعه ان ماجورتي الكترونز. ايه اللي انت واضح من الشكل؟ واضح ان القطعه بي والقطعه بي الطرفين من هنا ومن هنا كبير، صح؟ والقطعه اللي في النص دي صغيره جدا، نسبه كبيره جدا ما بين الاثنين، تطلع 100 مره منهم. كويس. قال ايه؟ لو حطيناهم جنب بعض ايه اللي هيحصل؟ مش احنا خدنا في ان لوحدها؟ فان الجنكشن قلنا ده اما طبق على فور فايس او ريفرس فايس، مش عارف كده؟ وعندنا حاجه تانيه كده. في ان جنكشن اما فور ريفرس، طب ما هنا دي برضه ما دام عندي تو جنكشن يبقى عندي كم احتمال؟ أربع احتمالات. إيه هما؟ إن ممكن ديت مع ديت فورورد، وديت مع ديت ريفيرس، دي بسماها كده فورورد وده ريفيرس. كويس. ابتدى يدرس الشغلانة دي، لو حط ده كده إيه اللي هيحصل؟ قال لو كده بسمي المود هذا النوع من أنواع التوصيل اكتف مود، اكتف مود. كويس. قال لو خليت الاثنين فورورد جدا، ممكن ده فورورد وده هو فورورد، قال ده بسميها ساتوريشن مود. يعني ايه مود؟ شكل.
شكل من اشكال التوصيل، وهو عمل كده علشان لكل شكل من اشكال التوصيل عمل له ابلكيشن استخدمه في تطبيق معين. اللي يهمنا قوي ان التطبيق الاول او المود الاول اكتف مود، لان هيستخدمه كامبليفاير از ان امبليفاير. وده اللي هنركز عليه في التربيه. ساتوريشن مود هيستخدمه برضه، هنعمل ابلكيشن عليه ترانزستور از سويتش. عمل انفيرس مود، يعني خلى ده فورورد بقى خلى ده ريفيرس وده فورورد سماه انفيرس. خلى الاثنين ريفيرس مش ده في حال اربعه كده سماه كات اوف مود. يبقى عندنا ايضا مود ثاني بيسميه لو الاثنين ده فورورد ده ريفيرس الحاله الثالثه ده ريفيرس وده فورورد وده انفيرس بيسميه انفيرس مود. اخر حاجه كات اوف مود لما يكون الاثنين ريفيرس. تعال نشوف الحالة الأولى واللي مهمة أوي بالنسبة لنا. الجنكشن الأولانية عليها فورورد والجنكشن الثانية عليها ريفرس. الأول هنشرح التيارات اللي جوه، ومن خلالها هيبان قدامنا كويس أوي ليه هو عمل استراكشر كده. ليه هو عمل استراكشر بحيث يخلي الجزء اللي على اليمين والجزء اللي على الشمال دول كبار قوي، والمنطقه اللي هي سندوتش ما بين الاثنين منطقه صغيره جدا فيري ثين صغيره فقط. ايه اللي حصل؟ اللي موجود في البي سايد فيها هولز. الهول سايد لو رسمناها كده بهذا الشكل، وده ايضا فيها هولز. ودي فيها الكترونز. تمام. ايه اللي هيحصل؟ لما اطبق هنا فورورد، خلي بالك ساعات لما اطبق هنا فورورد وهنا ريفرس، الموجب مع الموجب مش ديت بوصل، هيحصل تنافر. فهتروح ماشيه رايحه على البي الثاني وهي ماشية وهي خارجة من البي رايحة للبي الثاني وهي في الطريق، ممكن جدا جدا يسقط منها في الطريق بعض الهولز بالشكل ده، صح ولا لا؟ علشان كده هو عايز بقى مخلي المنطقه اللي في النص دي فيري ثين، نحيله جدا، ضيقه جدا، صغيره جدا. ليه؟ حتى اذا سقط فيها شيء يصير سقط فيها شيء قليل. عايز عدد قليل من الكاريرز يسقط فيها، مش عايز كميه كبيره. امال عايز الباقي يروح فين؟ كميه كبيره هي تروح للجهه الثانيه. إذا أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أنقل التيار أهو، مش ده تيار؟ مش دي سيولة؟ سي من البولز؟ سيولة تيار ولا لأ؟ تيار فجوات ولا تيار الكترونات؟ فجوات. اتجاه تيار الفجوات في نفس الاتجاه ولا بالعكس؟ جميل جدا. يبقى أنا عندي تيار للإلكترون للفجوات اتجاهه كده. أي فجوات والمنطقة دي خارج منها. اسمي دي اي، خلاها اي. كويس. الجزء اللي هيجي هنا مش هيخرج كده؟
موجب هينكسر ذهني صح؟ يخرج كده خرج فجوات بالكامل ولا جزء من ضعف؟ اسميه ديت سي. طب والجزء اللي هنا هيمشي في نفس الاتجاه اي وي فجوات واسميها بي اي بي سي. كل ما كانت ديت صغيره كل ما كان عدد الفجوات اللي هتقع في الطريق صغير صح ولا لا؟ جميل جدا. في كاريرز اخرى ممكن تبقى في حركه. في قاعده مهمه، اذا عبرت الكارير الجنكشن يحتسب لها طياره، ان لم تعبر الجنكشن فلا تحتسب طياره. كنا كتبناها كلام في المحاضره الاولى. طب اكتب، اذا الكارير سواء الكترونات او فجوات عبرت الجنكشن يحتسب لها طياره، ان لم تعبر الجنكشن فلا يحتسب لها طياره. ايه الكلام ده؟ اهو واحد ممكن يجي في دماغه كده، يا ترى الطياره اللي جاي هنا اكبر اللي خارج من المنطقه دي اكبر ولا الطياره اللي خارج من هنا؟ ده اكبر من ده ولا ده اكبر من ده؟ اي بي سي واي بي اي مين اللي اكبر؟ اي بي اي اكبر. طب ما هنا مش في هنا فجوات ممكن تنكسر كده مش كده ليه؟ تسكر الطياره مش هتشكل شيء تبع القاعده دي ما ينفعش. لو ما ديت عبرت جنكشن ده عبرت جنكشن يبقى ما تحسبش طياره خالص لان هتبقى كلوز لوب هنا بقى اوبن مفتوح وبالتالي عندك التيار لازم يعبر الجنكشن عشان تعمل كروس لوب. يبقى هنا الفورز اللي هنا عبرت الجنكشن الاولى وقعت ما تحتسبش هنا تحسب هنا صح؟ طب اللي عبرت الجنكشن الاولى وجنكشن ثانيه معدت وخرجت وانجذبت هنا عبرت تو جنكشن اي تحتسب لها قيمه الطيار. اذا التيار اللي فيه ده هيساوي ده وده مظبوط كده؟ ده مش نقطة كهربية. خدتوا في النوت ثيوري خدتوا نظرية النقطة الكهربية مجموع اللي داخل تساوي مجموع اللي خارج حصل؟ النقطة الكهربية مجموع التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة. لو قلنا ده اي وده سي وده بي اهو ده الترانزستور ده عبارة عن نقطة كهربية نقطة كهربية مجموع اللي يدخل يساوي مجموع اللي خارج، اللي داخل اي اي خارج اي سي واي بي مظبوط. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الجزء ده سماه اي اميتر. اميتر يعني ايه؟ يعني ايه اميشن؟ انبعاث. كويس؟ انبعاث يعني ايه ده اميتر؟ يعني ده يبعث مين؟ الكارير من عنده. يبقى الكاريرز اللي خارجه من البولز هنا اميتد من مين؟ من المنطقه دي. المنطقه دي عشان تسميها اميتر وحرف اي اختصار ليه. وديت المنطقه دي بتجمع صح ولا لا؟ بتجمع هذه الكاريرز كوليكشن صح ولا لا؟ عشان كده بسميه كوليكتور. بسميه كوليكتور حرف سي. ودي واقعة ما بينهما بي بيز. بيز يعني ما بين الاثنين. يبقى عندي ثلاث أطراف بي ان بي أو سي ان ان بي ان 3 لايرز والتيار اللي خارج من ده اسمه اي 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 اميتر والتيار اللي هيخرج من هنا من السي اسمه اي كوليكتور وتاني يخرج من هنا من البيز. اذا واضح من الثيوري دي ان الاي اي تساوي اي سي زائد اي بي. ده اول قانون لحضرتك تعرف مهم. يبقى نستنتج من هنا ان اي اي تساوي اي سي زائد اي بي. لغايه كده الراجل ما عملناش حاجه. ما عملش حاجه.
او ما انت ما بتفهمش ان هو الغرض من الموضوع. الغرض ان انا عايز اعمل ابلكيشن، مش كده ولا مش انا قلت كده؟ بالشكل ده هيعمل ابلكيشن. يعني ايه ابلكيشن؟ يعني الاوتبوت يكون اكبر من الانبوت، مش كده؟ الابلكيشن كده ان انا بتكلم اهو، السجن بتاعتي الانبوت بتاعتي باور بتاعها صغير فقط اهو، باور بتاعها صغير فقط. ما اتكلمت هنا ده عملناها ابلكيشن للباور، والباور عباره عن اي في في، صح ولا لا؟ اذا هنا الاي، خلي بالك بقى النقطه اللي عملها، التيار اللي داخل من الاميتر وخارج من هنا وخلي دي صغيره جدا، يبقى اي اي ابروكسيميتلي ايكوال اي سي، صح ولا لا؟ عملها ازاي دي؟ خلى البيز فيري ثين، الناحيه دي صغيره خالص. في الحاله ديت نقدر نقول ان الاي اي او اي سي ابروكسيميتلي ايكوال اي اي. الله، هنا بقى الموضوع ايه؟ الموضوع الموضوع الاول نقل التيار. ها ها، نقل التيار مش كده؟ ينقل التيار، التيار كان اي اي، اي اي في الانبوت، وفي الاوتبوت اي سي. نقل التيار من الانبوت للاوتبوت بحيث يحافظ عليه. نقل التيار من الانبوت للاوتبوت، اهو مش ده الانبوت؟ مش ده الانبوت؟ وده الاوتبوت، ده ايميشن وده كونكشن. ما حافظ عليه ولا ما حافظش عليه؟ ازاي مخلي البيس صغيره جدا؟ وبالتالي كميه الكاري اللي هتقع فيها صغيره، بالتالي التيار بتاعها صغير. يبقى دي تقريبا يساويه. طب وبعدين؟ لسه النقطه اللي بقى يعني. يخلي التيار اول حاجه صغير اسهل متساوي، ويخلي الانبوت في انبوت صغيره. ولو الاوتبوت كبر يبقى عمل امبليكيشن. امتى الانبوت تكون صغيره؟ والله اي فولت بيساوي اي في ار، اي فولت كده صح؟ لو كتبنا انبوت تبقى انبوت تبقى انبوت صح؟ طب لو كتبنا اوتبوت 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 بس هذا الشغل. طيب بس عندك اي انبوت واي اوتبوت متساويين، حصل؟ صح ولا لا؟ يبقى هنا بقى اكبر ده ازاي؟ اكبر المقاومه دي يقوم يكبر ده، اصغر المقاومه دي يصغر ده، صح؟ يبقى في الحاله دي انا اخليه الانبوت ريزيستنس صغيره والاوتبوت ريزيستنس كبيره، والتيار هو هو يضرب في دي يضرب مقاومه صغيره في الانبوت، يضرب في دي يضرب مقاومه كبيره في الاوتبوت، عمل امبليفيكيشن. شوف الفكره سهله ازاي؟ سهله جدا. بس طبعا اي واحد ما يكونش يعرف ان هي ازاي بتبقى صعبه، ويقعد سنين يطلع النتيجه دي بعد فكر، بعد مجهود جامد جدا داخل المعامل وطلع النتيجه دي. طب ايه الحكايه بقى؟ الحكايه ازاي يخلي الانبوت ريزيستنس صغيره والاوتبوت ريزيستنس كبيره؟ مش كده برضه ولا ايه؟ مش ده الفكره؟ الفكره قدامي يعني. المشكله قدامي ايه المشكله؟ عايز اكبر السيجنال في الاول، عايز اكبر الصوت ده، دي المشكله. ازاي تتحل؟ احلها ان انا اخلي الانبوت كرنت زي الاوتبوت كرنت، واخلي الانبوت ريزيستنس اصغر من الاوتبوت ريزيستنس، يكبر الاوتبوت، الاوتبوت على الانبوت اسمه فولتج جين، ده تاخده في الترم اللي جاي اي سي اناليسيس كامل. الفولتج جين يعني ايه فولتج جين؟ اسمه ده فولتج جين. فولتج جين يعني مقدار الكسب عباره عن في اوت على في انبوت، ده مقدار الكسب، مقدار الامبليفيكيشن. كبر قد ايه؟ دخل 1 ملي فولت، خرج 1 فولت، كبر 1000 مره. يبقى في الحاله دي التكبير اصبح اكبر من الانبوت، فبيسموها فولتج جين. وطبعا اي سي اناليسيس هتاخدها تفصيلا في الترم القادم ان شاء الله في ثانيه، اما احنا هنشتغل بس على الدي سي اناليسيس. الفولتج جين يبقى انا عايز البي اوتبوت اكبر بانبوت، لان ما ينفعش فولتج جين يبقى بيساوي اقل من 1، صح ولا لا؟ انت عندك فولتج جين اكبر من 1 ولا اصغر من 1؟ عايز في كسب ولا في خسران؟ لو كسب يبقى جين، كسب 1 كسب، لكن لو 1 خسر يبقى اسمه ايه؟ مكبوم.
مقبون يعني ايه؟ يعني اشتري غالي وباع رخيص، ده اسم مقبون. كذلك لو الدائرة دي الانبوت فيها كان كبير وخرج صغير اسمها التنيويشن، الانحلال في البعض بيقل فقدان. لكن لو الانبوت كان صغير والاوتبوت كان كبير اسمه جين، كسب. انت رحت اشتريت حاجه ب 5 جنيه بتاعها 10، كسبت الضعف. وبالتالي هنا اسمها فولتج جين، مقدار الكسب، مقدار الاوتبوت على مقدار الانبوت. هنا بقى طيب خلاص احنا فهمنا يا ريس، فهمنا انه علشان اكبر الاوتبوت والتيار الانبوت بيساوي تيار الاوتبوت لازم اكبر الار اوتبوت على ار انبوت. خلص خلاص صح ولا لا؟ هاو وده الموضوع من يقول احنا فتحنا الموضوع من الاخر، يعني ما عادش محتاج اي تفسير. ازاي اخلي بقى مقاومه الانبوت اصغر من مقاومه الاوتبوت؟ يعني اخلي هذا الـ BNP او هذا الديفايس الانبوت ريزيستنس بتاعته من جوه صغير، والاوتبوت ريزيستنس بتاعته من بره من جوه برضه هي كبيره، بحيث التيار يخبط في دي البوت صغير يخبط في دي البوت كبير. مش خدنا الاول شابتر الدايل اد فورورد ديفايس واد ريزيستنس، والدايل عباره عن مش بي ان جنكشن. لما انت عندك بي ان جنكشن بي ان جنكشن صح، لو خلينا الجنكشن ده عليها فورورد بايس يبقى الديبليشن ريجن بتاعتها صغيره، والديبليشن ريجن دي تشكل مقاومه صح لما الكلام ده من جه، فدي صغيره ودي عليها فيرس بايس، فالديبليشن ريجن بتاعتها ايه؟ كبيرة. يبقى انا خليت الانبوت اللي هو اللي فيه اميشن مقاومته صغيره، والاوتبوت اللي فيه كوليكشن مقاومته كبيره. التيار هي كده في مقاومه صغيره ادالك فولتج دروب صغير، نفس التيار ادالك في مقاومه كبيره ديبريشن ريجن كبيره ادالك فولت كبير. هذا هو الامبليفيكيشن. شو بقى انسطر ازاي؟ كلكم طبعا كنتوا هتقولوا كده؟ كده عمل ايه بقى؟ ترانسفير ترانزستور. ترانسفير الكلمه اللي انا قلتها ترانزستور كنت كاتبها كده، نقل التيار صح؟ من مقاومه صغيره في الداخل الى مقاومه كبيره في الخارج صح؟ نقل التيار ترانسفير من مقاومه صغيره في الداخل صح؟ الفورورد بايس هيخلي المقاومه في الداخل صغيره والى مقاومه كبيره في الخارج، يعني ما جبتش شكل التيار الثاني. نقل التيار هو نفسه كتبت التيار الثاني ولا هو تيار؟ تيار واحد. نقل التيار من مقاومه صغيره في الداخل الى مقاومه كبيره في الخارج عن طريق وضع فورورد بايس على جنكشن بتاع الداخل وريفرس بايس على جنكشن بتاع الخارج. كلام جميل. السيمبل ده استراكشر اوبريشن. لسه حته صغيره قوي جميله جدا ما حدش قالها. ليه؟ هل هي دي كل التيارات اللي هتترانسفير ولا في حاجه تانيه؟ يعني تقول لك الفجوات اتنقلت من هنا لهنا حصل؟ بص على ده دلوقتي احنا قلنا الكارير دي خدت بوستن وقامت رايحه كده زقت كده راحت كده في تيار هنا وتيار هنا وتيار هنا خلاص ساب التيار اي بيس اي كولر ممتاز. هل في تيارات اخرى ممكن تقطع الجنكشن علشان تتحسب ولا مش مفيش؟ ها؟ يقول اللي يعرف يقول بس عشان يعني خليك كريم مش مشكله طبعا تغلط ما قلناش حاجه والله تصيب هتاخد درجه تخطا مش هنقدر قول بس ايه في تيار منين اللي فيها؟ تيار منين؟ في ار مان طلع تيار منين ازاي؟ في تيار بيرس ولا ايه؟ ما تخافش انا مش يعني مش ولا حاجه ما تزعلكش اتفضل. كل اللي فات ده دريفتك غير اتفضل الحمد لله. قول مين؟ الماجورتي. منين بقى الماجورتي؟ الباشمهندس بيقول دي ماجورتي صح، ماجورتي هنا ومشت هنا ونزلت هنا صح. بيقول الماينورتي، الماينورتي بتاع ده مين؟ الريبتون صح؟ الريبتون انكسر لده؟ هتنكسر لده هنا؟ مش كده؟ طب هتسافر الطياره ما تسافرش هنا؟ تسافر عشان ما عبرتش الشمس فعلا خلاص قصدي ماشي خلاص هنا ماينورتي من هنا الالكترونات صح؟
صح؟ هل هنا الالكترونات ممكن تنجذب تخرج بره ولا تمشي كده؟ هتمشي كده؟ يا تاخد وقت ده كله عشان تعمل ده كده وتروح هنا؟ ممكن ممكن جزء منها ممكن يعدي، ولكن في عندك حاجه واضحه قدام عينيك، مش في هنا الكترونات وفي ماينورتي فجوات اول ان هي تعدي الاول. بمعنى ايه؟ الالكترونات اللي هنا تنجذب، عبرت الجنكشن ما عبرتش ايه؟ صح؟ الالكترونات اللي هنا تعبر الجنكشن وتيجي صح؟ تسبب تيار في نفس الاتجاه ولا بالعكس؟ الالكترونات بالعكس، يبقى تسبب تيار بهذا الشكل اي الكترونز وده الطرف اسمه اي. كويس خلاص؟ يبقى التيار كونتربيوشن، بص 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 كونتربيوشن من مين ومين؟ بس مش كلمه البايبولر طلعت كده مش كتبنا كده البايبولر؟ قلت لك ايه هو البايبولر؟ مساهمه التيار مساهمه من الالكترون والفجوات والاثنين في اتجاه واحد ولا لا؟ اهو يبقى التيار الكلي اللي ماشي كده اي اي تساوي اي بي للاي واي ان للبي فورس والالكترونات واتجاههم واحد. اي مين اللي قال؟ اهو الالكترونات الموجوده في البيس جدت اتجذبت كده وبتسبب تيار في اتجاه العكس، هي جايه كده تيار كده، يبقى الاثنين في اتجاه واحد يبقى التيار الكلي. بس لا استنى، الهولز اللي هنا مش في هنا برضه ماينورتي على راي الاستاذ؟ ها؟ في ماينورتي ولا لا؟ في ماينورتي. مين؟ هولز ممكن تنجذب. اي خلي بالك بقى، حي احنا اهملنا كل الايه؟ اهملنا كل الماينورتي الا ده. يعني من شويه قلنا الماينورتي ما دام ممكن تعدي تسبب، لكن الماينورتي ده بقى على الرغم من ان هي قليله جدا، شوف ده ايه؟ ده فيري ثين بيس صغير جدا، ومش بس صغير ده الان الالكترونات اللي جواه كمان يعني لايتلي دوت. يعني ايه لايتلي دوت؟ يعني الدوت بتاعه خفيف جدا، اما هنا كبيره وهنا كبيره وهيفلي دوت، يبقى الاميتر والكوليكتور كبير ومش بس كبير هيفلي دوب. يعني ايه هيفلي دوب؟ يعني الدوبنج فيه عاليه جدا. يعني ايه الدوبنج فيه عاليه؟ يعني الماجورتي فيه كتير جدا، يعني الهولز فيه كتير جدا عن الايه؟ عن الالكترونات ديت بقى. ها واحد فيري ثين، اثنين لايتلي دوب. ايه بقى لايتلي دوب؟ يعني الماينورتي الكترونات وقليله. طيب اذا كانت الماجورتي الكترونات قليله، الماينورتي اللي هي هولز تبقى اقل كثير جدا جدا. على الرغم من كده وجدوا لها تاثير في منتهى الخطوره الحقيقه، وده التاثير ده هنعرفه في الشابتر اللي جاي. ايه التاثير بتاعها؟ وجد ان شويه الهولز الصغيرين التعبانين ده هم بيأثروا تاثير واضح جدا، سموها اي سي او ليكيج كامر، تيار متسرب. هذا التيار متعب ومؤذي جدا، اللي هو معاه مع التيار ده علاقه مع درجه الحراره. ايه الحكايه؟ قالوا وجدوا كل ما درجه الحراره تزيد 10 درجات ده يتضاعف. يبقى مشكله ولا مش مشكله؟ طب اقول لك ليه مش مشكله؟ مشكله ليه؟ اقول لك ليه؟ صلى على الحبيب. ما تروقوا كده برضه، ايه حرارة عليك النهارده ولا ايه؟ انت معاك راديو بقى ترانزستور، عارفين راديو ترانزستور؟ يعني ايه راديو ترانزستور؟ يعني جواه ترانزستور. الراديو بتاع زمان ايام العمده كان تيوبس، عارف يعني ايه تيوبس؟ مفتوح من ورا كده تلاقي لمبات من ورا كده، كانش اسمه كونتاكتور بس. طيب دلوقتي الراديو قد كده صغير خالص، بل ان الموبايل معاك فيه كل حاجه. انت خدت الراديو ده، في الراديو ده زرارين، زر مكتوب عليه تي يو ان تيونر. يعني ايه تيونر؟ منغم. يعني ايه منغم؟ يعني يختار لك المحطه اللي انت عايزها. ده اسمه تيونر، زرار كده اسمه مقاومه متغيره جواها. بكره دي جواها مقاومه متغيره، وبكره ثانيه مكتوب عليها في او ال فوليوم. يعني ايه فوليوم؟ يزود الصوت او يقلل. خلاص كده؟
خدت الراديو ده شغاله على فوليوم معين على محطه معينه. خلي بالك بقى من نقطه خطيره دي، شغال على فوليوم معين. يعني ايه فوليوم معين؟ على مقدار سماع معين للصوت ومحطه معينه. وبعدين قمت راكب الطياره ومخلي الفوليوم هو حط ايه، ونزلت في جده. الرحله هنا كانت 27، كان هناك 60، هنا 30 هناك 60. لقيت الراديو صوته عالي جدا عالي جدا. فنزلت بعد كده عملت عمره ولا حجيت، وعايز تاخد غطس في البحر الشمالي حيث التلج والبعيد، وانت طالع بطير ما ملكك بقى، وانت طالع على البحر الشمالي. اول ما وصلت هناك راح على صفر، لقيت الراديو كتل ما بتكلمش. هذه حقيقه، هذه حقيقه. وليس ان عالج الحقيقه بقى حضرتك، تخيل ان حضرتك عالج مشبر بجد. ايه رايك؟ اعتقد بقى شيء مشوق، صح ولا لا؟ شوف قد ايه منين المشبر شبر بالاشتياق. عشان تبقى قاعد مبسوط ان انت تبقى مهندس وتفهم الحاجات اللي بتحصل، الحركات اللي بتحصل دي. يبقى احنا دلوقتي عايزين نقول كل ما درجه الحراره زادت 10 درجات اي سي او يتضاعف. طب ويعني؟ يقول لك لا استنى، الاي سي مكون من مين ومين بقى الوقت دي؟ طيار الكمبيوتر هيتكون من ومين؟ كتبت كده اي بي سي زائد اي سي او، حصل؟ يبقى التيار الكلي ده هو، ده هو اي سي الكلي يساوي اي سي بي او بي سي زائد اي سي او. اي بي سي خلاص ده على حسب قيمه الفولت فورمولا اللي انت عامله هيكون كميه التيار المنقول خلاص. لكن الاي سي او ده هو ده كل المشكله الكبيره عندنا. لما بيزيد مين هيزيد؟ الاول هيزيد، صح ولا لا؟ مش البي او بيساوي اي في ار اوتبوت هيزيد. يبقى هتلاقي الراديو بيعلى منك لما تروح في حته وفيها الدنيا حر يزيد، حط كده برد يقل. طبعا هذه الحركات يعني الحركات ما ينفعش مع مهندسين الترونات. يا عبد الباشا فكروا ازاي يعني الموضوع ده؟ ده حضرتك بقى خليك كده وان شاء الله هنعالجه ان شاء الله كويس قوي. يبقى اول قانون عندي اي سي بتساوي مين؟ اي بي تقريبا. جميل جدا. السيمبل يبقى ده الاستراكشر والاوبريشن والمودز. كتبنا الاستراكشر والاوبريشن والمودز، خدنا المود الاولاني بس الاوبريشن بتاعته، وخدنا معنى كل كلمه من هذه الكلمات. باقي الوقت ان احنا نشوف نرسم له سيمبل زي اي ديفايس، اي الكترونيك ديفايس بنحط سيمبل عشان نحطه في الدايره، يبقى بنحط سيمبل يدل عليه، ثم نشوف كيف نقوم بتوصيله في الدايره. السيمبل كده احنا خدنا السيمبل بتاع الدايود كان طرفين اثنين بالشكل ده، وده امر غايه الاهميه ان احنا لما نحط الدايود في دايره نحط السيمبل بتاعه، مش هنرسم بيه انجكشن. ايضا ده 3 دايرز، فيبقى 3 دايرز عندنا، كان هنا بنسميها انود وده كاتب موجب وسلب. هنا كان 3 دايرز بي ان بي او ان بي ان، الترانزستور اما ان يكون بي ان بي او ان بي ان. بي ان جنكشن بي ان جنكشن بي ان جنكشن بي ان جنكشن، اما تترسم بالشكل ده بي ان بي او ان بي ان كده، صح كده صح. الرمز بتاعه بالشكل ده، ديت البيز ودي اللي عليها سهم الميتر واللي ما عليهوش سهم كله ده السمبل. السهم لو للداخل بسميه ايه؟ بي ان بي، خدت الكلام ده برضه؟ ما خدتوش. السهم للخارج ان بي ان. طبعا كون يعني ايه ان بي ان؟ ليه الكوفلنت غير بي ان بي؟ وبالذات الكلام ده بتشوفه في الترم اللي جاي، مهم جدا. بتلاقي ترانزستور ان بي ان او بي ان بي، هتشوف الاي سي اناليسيس بتاعك ده ولا ده؟ ده له كوفلنت سيركل ولا ده؟ طبعا لازم، مش هيجي يقول لك الدكتور يقول لك 4 بي ان بي او ان بي ان، مش هيجي في المساله كده، هيدي لك الشكل ده وانت تقعد تقول
بي ان بي ولا ان بي ان بي ان بي ولا بي ان بي، لان بي ان بي هيديلك اوبن سيركت مختلف. ال ان بي ان ده الجزء الثاني زي ما كان هنا، لو كان سيليكون بتريس 1 من 10، جرمانيوم 3 من 10، ايديال مفيش شورت سيركت مشكله، كل حاجه لها حاجه، ده برضه كل حاجه منها لها اوبن سيركت. فكان في عندك ابريبيشن ظريف قوي بيقول كلمه يشير الى الداخل اسمها pointing in، صح ولا لا؟ باللغه الانجليزيه. فكده لازم شو كده pointing in سهله، يبقى لما تلاقي السهم للداخل تقول ايه؟ pointing in b ان b. طب السهم للخارج not pointing in. تبقى حلوه ولا حلوه؟ سهله خالص. يبقى عند ذلك انا بقول لك انا سهله، وده مهم جدا في الكوبرنت سيركل. لما تلاقي الدايره قدامك بتحولها من دايره فاسيمبلز تحولها دايره مكافاه، البي ان بي ده الكوبرنت سيركل بي ان بي. عشان كده تعرف السهم الداخلي بوينت جين بي ان بي، السهم الخارجي نوت بوينت جين ان بي. تعالى بقى نشوف الاحوال اللي ممكن تكون عندنا. عندنا 3 حالات وكل حاله منهم هنعرف الانبوت كاركترستيك بتاعتها والاوتبوت كاركترستيك بتاعتها، ومن خلال هذه الانبوت كاركترستيك والاوتبوت كاركترستيك الصفات هنعرفه، وبعد كده الابلكيشن هيتم على هذه الصفات. اول حاجه اول كونكشن سماها كومن بيز. اول حاله كومن بيز configuration. الأول ما معنى كلمة كومن؟ مشترك. كومن يعني إيه؟ مشترك ما بينهم من ومين؟ بين الإنبوت والأوتبوت بس. هتلاقي كتير من الـ يعني من اللي درست أو حاجة أو معظم الناس يعني مش كل الناس. كليتنا احنا عارفين الأصول بالظبط. بيقولوا ان الكومن ارضي معظم الناس، لو انت حتى خدت الكورس ده قبل كده مع ثانوي او حاجه، يقول لك الكومن يعني ارضي. هذا خطا فادح، لان ممكن يبقى ارضي دي حاله من الحالات. الكومن قلنا بقى الكومن يعني مشترك ما بين الداخل والخارج، حسب الكومن دي اكتبها. الكومن معناها مشترك ما بين الداخل والخارج. كومن is a common terminal between input and output. ايه بقى الكومن ده؟ متوصل ارضي اهلا وسهلا، متوصل عليه مقاومات، متوصل عليه فولت اهلا وسهلا، لكن هو ما بين مين؟ خلي بالك الترم الجاي ده غايه الاهميه. كومن بيز لها دايره مكافاه، كومن اميتر لها مكافاه ثانيه، كوبرنسيت كومن كوليكتور. الله، يعني قبل ما احل المساله لازم اعرف ايه هي كومن، اي كومن من الكوامن دي؟ كومن بيز ده بلا ثانيه، يبقى لازم اعرفها الاول. يبقى تاخدها القاعده المسلم دي، الكومن هو المشترك بين الداخل والخارج. برضه اجيبها ازاي؟ اقول له الانبوت داخل على مين؟ والاوتبوت خارج على مين؟ يبقى الطرف الثالث هو الكومن، صح ولا لا؟ اهو خد معاك كومن بيز، هذا البيز وهذا الانبوت وهذا الاوتبوت. هذه دايرة هيكون فيها ترانزستور بهذا الشكل، بغض النظر ايه اللي متوصل، ايه اللي متوصل معاه، لسه توصل مقاومات على حاجات دوائر، لكن الاصغر مش دي الانبوت؟ صح؟ اهو الطيارة اي اي، مش ده الاميتر؟ ودي البيز، اسف ده الكوليكتور، البيز في النص، ده الاميتر وادي الكوليكتور اخد عليه الاوتبوت وادي البيز. البيز ده ممكن ياخد ارضي اهلا وسهلا، ياخد فولت اهلا وسهلا، يحط بايس عليه دي سي بايس فولت اهلا وسهلا، لكن الانبوت فين؟ اهو. والاوتبوت فين؟ اهو. الانبوت على مين؟ وسط النيجاتيف، وسط النيجاتيف، مش هنقعد كده على طول الاوتبوت؟ مش هنقعد يكون كده؟ طيب انا الانبوت داخل على الميتر والاوتبوت بتدخل على مين؟ مش ده داخل؟ يبقى دخل كده اي بيز، وده خارج كده اي كوليكتور. مش ده عباره عن نقطه كهربيه؟
ولسه كاتبين القانون اي دي بيساوي اي سي تا طيبين حصل؟ ده داخل اهو يبقى ده خارج وده خارج منطقي ولا لا؟ ماشي في ولا لا؟ يبقى ده انبوت داخل على الاميتر والاوتبوت باخده على الكوليكتور صح انا عامل كده وكنت راسم كده الانبوت كل الميشن كده من الاميتر وخارجه في الكوليكتور حصل ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى الانبوت داخل على الاميتر والاوتبوت على الكوليكتور يبقى الطرف الثالث اسمه ايه؟ بيز صح؟ يبقى هو ده الكوم بدليل اهو مشترك ما بين الاثنين دي نقطة غير دي لكن دي نقطة مشتركة بينهم ولا لا؟ يبقى البيز أصبح كومن ولا لا؟ يعني إيه كومن بقى؟ مشترك ما بين مين ومين؟ ما بين الإنبوت والأوت ياخد أرضي أهلا وسهلا دي حالة ياخد فولت حالة وهكذا وبالتالي الأمر ده غير في الأهمية تعرف تبين أول شيء ده كومن إيه؟ لأن هتجد في الرسم الدوائر متكافحة معاك شوية في الترم الجاي هتجد في الرسم ده إيه ده كومن إيه من كومن بس ده لما توصل هنا وتوصل هنا مش عارف تلمها مش عارف تلمها مش عارف تجيب فين الكومن بتاعك وده غاية الأهمية كومن بيز ليه دايرة مكافحة غير خالص الكومن إيه خالص وبالتالي لازم أحط في دماغي كده إن أي كومن أعرف الكومن إزاي أو أشوف الإنبوت داخل على مين والأوت خارج على مين يبقى تالت كومن من وأنا مغمض قواعد أساسية معانا عشان بعد كده لما تكبر في ثالثة ورابعة كله قواعد دي أساسية عشان كده سنة الكورس ده بيزك إلكترونكس بيزك أساسيات تعتمد على الرسم معاك بعد كده ده هنا أنت عايز إيه؟ أدى الحالة الأولى كومن بيز بعد كده هنشوف كومن إيميتر ونشوف كومن كوليكتور بتوصل إزاي لكومن تعال نشوف أنت عايز إيه في كل الكونفجريشن عايز إنبوت كاركترستكس واحد طلع من هنا إنبوت كاركترستكس واوتبوت كاركترستكس يعني ايه انبوت كاركترستكس يعني علاقه الفي انبوت والاي انبوت ويعني ايه الاوتبوت كاركترستكس علاقه الفي اوتبوت مع الاي اوتبوت في علاقه ثانيه ممكن تكون موجوده حد ممكن يطلع لي علاقه ثانيه يقول لك كاركترستكس يعني ايه اي في كاركترستكس يعني ايه علاقه بين الدق بين الفولت والتيار ده معنى اي في كاركترستكس دايود كاركترستيك ده من الفي مع الاي ومشي كده في الفور وكده في الريفرس حصل هنا برضو الكاركترستيك بتاعتك ايه؟ انبوت واوت في انبوت مع اي انبوت كاركترستيك في اوتبوت مع اي اوتبوت كاركترستيك هل ممكن يبقى فيه كاركترستيك اخرى؟ ايوه هنشوفها في الشابتر رقم خمسه اسمها ترانسفير كاركترستيك يبقى دي اسمها انبوت كاركترستيك واوتبوت كاركترستيك الثاني اسمها ترانسفير كاركترستيك ترانسفير كاركترستيك بعلاقه حاجه من الدخل مع حاجه من الخارج صح ولا لا؟ لو انبوت انبوت كاركترستيك لو اوتبوت اوتبوت كاركترستيك حاجه من الخارج مع حاجه من الدخل سميها ترانسفير كاركترستيك اسمها ايه؟ ترانسفير كاركترستيك طب خلينا هنا فين فولت الدخل في الدايره دي؟ احنا شغالين في الكومن بيز فين فولت الدخل وفين تيار الدخل؟ تيار الدخل اي انبوت هو اي اي صح ولا لا؟ في انبوت هو ما بين البيز والاميتر مش كده؟ ماشي يا شباب؟ الانبوت كاركترستيك هتبقى علاقه عايزين نرسمها دلوقتي ودي غايه الاهميه وجت اسئله كتير بالحاجات البسيطه جدا اللي بنشوفها دي هرسم علاقه للانبوت كاركترستيك مين مع مين؟ في انبوت اللي هي في اي لا في بي اي في بي اي مع اي اي في ثبوت في سي بي
بص كده بالشكل ده، علاقة في بي دي مع اي دي، فولت الدخل في بي دي مع تيار الدخل اي دي في سبورت بارامتر من الخارج في سي بي. وده ايه تجربة بنعملها كده؟ عايز تجيب كاركترستيك انبوت ليه؟ ثبت حاجة. عندك ثلاث متغيرات، واحد اثنين ثلاثة، ثبت ده عند قيم مختلفة، واحد فولت اي سي ام، غير في ده غير في، مش خدت جرب عملية في الفيزياء وفي الكيمياء وحاجة؟ دكتور ما خدتوش فيزياء؟ يقول عندنا زي ما قلت لك اللي عندنا لازم ننجح في الفيزياء كويس. خدتوا فيزياء؟ لا سكوت على الدرجة ده الحمد لله. في بي اي غير من دي وشوف ده، غير من دي وشوف ده، عند قيمة واحدة في سي بي 1 فولت. غير في سي بي 10 فولت. قيم دي شوف القيم الأخرى، قيم دي لغاية ما ترسم الكيرف ده. وجدوا أن العلاقة ككذا، في بي اي مع اي اي عند ثبوت في سي بي 1 10 20 كلها كأنها ثابتة. مع جميع قيم في سي بي كأنها ثابتة. الكيرف ده اكشوالي، ولكن هنعمله زي ما كنا عملنا قبل كده في الدايود اللي هو ابروكسيميتلي، ان لان عشان تحسب الحكايه تعمل مماس مش عارف ايه، خلاص حط دي 7 من 10 واعمله كده. اكتب لجميع قيم البي سي دي، لجميع قيم البي سي دي، لجميع قيم البي سي دي. ايه معناه؟ ايه معنى؟ ما هو انت لما تكتب خلي بالك الانبوت كاركترستيك وترسمها، لما اجي اقول لك ايه درو اند اكسبلين دي انبوت كاركترستيك او كاركترستيك اوف كومن بيس كونفيجريشن، هترسمها وتشرحها، او بمعنى اصح اقول لك ديسكاس او كونكلود، علق على النتيجه. مش بس ان انا اشوف كيرف واقراه، يا ريت الكيرف سهل، مش مهندس ما يعرفش يقرا كيرف. يعني ايه رأيك؟ يقول لك ده بيزيد ده بيقل، ده بيزيد ده بيقل، مش كده ليه؟ ده بيزيد ده بيقل، طيب ده قراءة، لكن استنتاج ايه اللي استنتجه ميجا بعد ما عمل الكيرف ده؟ ايه اللي خلص منه؟ قال خلاص منه ايه؟ او اللي هو الخلاصة ايه؟ او الاهتمام بايه؟ ها؟ ها؟ ايوه طيب. برافو عليك، بلس 1. قال كلام هايل، ان مش هيحصل ان الترانزستور ده يشتغل الا اذا كان الفولت المطبق عليه اكبر من 7 من 10 او 6 من 10. خلاص؟ يبقى ده المعنى، المعنى ان اكتب تحتها كده شرط عمل الترانزستور ان يكون الجهد المطبق عليه في الدخل يساوي او اكبر من 7 من 10. أكبر من أو يساوي 17. جميل جدا. دي مش قاعدة بقى، دي أساس في حياتك كلها في الإلكترونكس. إن الـ VBE تساوي 7 من 10 في جميع الحالات وهنشوفها. الحالة الأولى كومن بيز الـ VBE طلع 7 من 10؟ أيوه. لو طلع في الكومن كوليكتور والكومن إميتر برضه 7 من 10؟ أيوه بنعممها. يبقى قانون عام. لما تحل المسائل في شابتر 4 أو في حياتك كلها لما تلاقي الفي بي دي تحط 7 من 10 على طول. خلاص يبقى سهل. يبقى الفي بي دي بيساوي كام بقى؟ نفس الكلام؟ تمام. دي اسمها انبوت كاركترستكس. يبقى ايه الاستنتاج اللي استنتجناه من انبوت كاركترستكس؟ ده مش مسألة ان هذا الترانزستور لا يعمل من ال قولي كده حط الاثنين على خدتها دي. شوف بس اليمين ولا اللي فاضي على خدتها مصحصحين برضه ان شاء الله. ايه معناها؟ التنظر عايز تروح؟ يعني نروح فبقول و ان التنظر لا يعمل الا اذا كان الجهد المطبق عليه في الدخل يساوي او اكبر من 7 من 10. ناخد الاب كاركترست 3 دقايق وحضرتك تمشي بالسلامه من غير مطلوب. مش حابب يقعد معايا متضايق.
كلكم قصص مش بعيدة. مرة كان بيكون حلويات. أحسن الحكاوي. هي في الموبايل كنايس. تعال نشوف بقى آخر حتة بتمشي. الأول كاركترستيك. بعدين إنبوت كاركترستيك. إنبوت كاركترستيك. سيرف. أوتبوت كاركترستيك. ونشوف منها تعليق وايه بتعمل. بنقول لما يكون عندي دايرة بالشكل ده وعايز أجيب علاقة ما بين حاجتين لازم أثبت التالتة أثبتها وأخد تجارب علاقة ما بين في بي إي والآي إي. إمتى؟ لما البي سي بي تكون ثابتة الآي ثابتة قدام الشكل. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أحط في سي بي 1 فولت غير في دي اهي وجيب دي. بص كده اهو في بي اي اهو جيب لي التيار اهو جيب لي التيار اهو جيب لي التيار كل ده عندي دي. وبعدين جبت المره الثانيه 10 ارسم اهو. وبعدين المتغيرات عندي في بي اي مع الاي اي كذا قيمه من ده وناظر لك قيمه من ده عندي دي ثابته عندي دي عندي دي وشوف النتيجه واقعد اعلق عليها. النتيجة واضحة إن كلهم تقريبا متساويين في التأثير ده ملوش أي تأثير واضح. وبالتالي كتبت كده إن لازم إن يكون قيمة الـ في بي إي أقل حاجة 7 من 10 عشان الدايود يشتغل. وبالتالي واضح قدامنا. هنا أيضا علاقة في سي بي مع الأي سي ده الأوتبوت. الأوتبوت في سي بي ده الأوتبوت. الأوتبوت عندي هنا بي سي بي والاوتبوت اي سي علاقه الفولت الاوتبوت مع اي اوتبوت ده اسمها الاوتبوت كاركترستيك. اوتبوت كاركترستيك معناها في اوتبوت مع اي اوتبوت. فين في اوتبوت؟ بي سي بي. فين اي اوتبوت؟ اي سي. في سكوت احد البرامترز دي. في بي اي خلاص ثبت كم دي؟ كم؟ خلاص دي ثبت قيمه ثبت. مين اللي ممكن يتغير معايا؟ اشوف هيتغير ولا مش هيتغير. لو مش هيتغير يبقى انا ماشي صح. لو اتغير يبقى مشكله كبيره. على كده بص معايا عملت العلاقه بين البي سي بي وبين الاي سي لما الاي اي ثابت اي اي بصفر. ايه النتيجه؟ لا الاي سي بصفر في جميع حالات البي سي بي. جميع حالات البي سي بي بي سي بي بصفر اي بصفر بي سي بي بصفر اهو. كل القيم بالبي سي بي مفيش اوتبوت. ليه؟ لان مفيش انبوت. اي اي بتساوي صفر صح؟ طب خلى اي اي طبعا في حته صغيره لو حد قالها لي ياخد راس مال. هل الاي سي كلها عباره عن اي اي ولا معاها حته؟ يعني الاي سي كلها منشاه من الاي اي ولا معاها حته؟ ايه الحته ديت؟ اي سي او صح ولا لا؟ اي سي او قيمه ضعيفه جدا وبسيطه جدا يعني صغيره جدا. ده ماينورتي ماينورتي. على الرغم من كده هي تاثيرها فقط في زياده درجه الحراره في لما درجه الحراره تزيد. فخلينا استدي درجه الحراره ما تزيدش. هنا في سي بي لما الاي اي ب 1 مللي 2 مللي 3 مللي ايه اللي انت ملاحظه من كده؟ ايه اللي انت ملاحظه؟ ايه ناخد تعليقنا على النتيجه دي؟ مهمه جدا. ها؟ قول لا صح. ايه التعليق؟ احنا قلنا هنا علقنا على ان الترانزستور لا يعمل الا اذا كانت الوجود المطبق عليه اكبر من 7 سلسيوس. حلو. هنا تعليقنا على ايه؟ لما تبص للنتائج دي كده ممكن تطلع هنا نتيجه ولا لا؟ نعم ده في البرنامج ما بقول ترى ولا مش والله دي طاقه قويه جدا والله قسما بالله. ها ايه التعليق اللي انت حاجه ملحوظه جدا اللي هو مش متاثر جامد الكيرف ده شكله ايه؟ ايوه مش متاثر بالفي سي بي جامد يعني. الاي سي بتساوي اي اي تقريبا. ايوه انا بقول كده مش كده واضح قوي. ده هورزنتال تقريبا 100% لا
لو انت جيت عملت كده عملت ميل خلاص الميل بتاعك لو خدنا ميل هنا بص كده معايا هتلاقي ده خمسة خط واضح انه هوريزونتال افقي ما فيهوش ميول لو في ميل يبقى الدلتا بتاعت الميل بتاع الميل تان المقدار ده هو الفرق لكن ما عنديش ميل لو انت عملت الميل هتبقى الميل قد ايه ده؟ زيرو مفيش وبالتالي الخمسه هنا هتلاقي خمسه هنا تقريبا وبالتالي نقدر نقول كلمه واحده اللي انا قلتها من شويه اي سي ها جزء من الاي دي اما ان يكون اقل منه قليل اما ان يساويه الفا اقل من او تساوي واحد ممكن تكون تقريبا 99% او 98%. ايه معنى الكلام ده؟ معنى كده ان الاي سي ابروكسيميتلي ايكوال اي دي. الدليل العلاقه العمليه اللي موجوده. ان مهما غيرت من قيمه البي سي بي قيمه التيار الاي سي بتساوي اي دي وهذا كلام واضح. واضح ان الكونفجريشن ستراكشن احنا قلناها في الاول خالص. وان التيار يدخل هنا يخرج هو هو وفي زياده صغيره الاي سي هو قليل يبقى في الحاله دي ممكن نقول اي سي بسو الفا اي دي قانون رقم 2 عندك في هذا الشابتر نطلع منهم خمس ست قوانين اساس لكل شغل بعد كده شابتر 4 مبنى على هذه القوانين المسائل بتاعته الترم اللي جاي واللي بعده السنين اللي جايه كلها هتعرف هذه القوانين تحفظها مهمه جدا هذا قانون رقم 2 وبتسمي الفا دي سماها كومن بيس امبليفيكيشن فاكتور الفا يسماها احنا شغالين في الكومن بيس ايوه سماها كومن بيس امبليفيكيشن فاكتور الفا يبقى قانون رقم 2 مره جايه ان شاء الله كومن كوليكتور كومن ميتر نشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين الجاي